بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة سوسن سامي إنجليش. النهاردة إن شاء الله هنستكمل شغلنا في الوحدة الأولى يونت 1 للصف الأول الثانوي من كتاب المعاصر. إحنا كنا واقفين عند حل التدريبات لصفحة 36. عندي all wood used in our furniture comes with a certificate saying it comes from sustainable forest. يعني إيه sustainable forest؟ يعني غابات مصاحبة للبيئة. Sustainable. It's a national duty to A and support our environment. طبعا انه واجب قومي to A طبعا sustain and support. Sustain معناها يحافظ على برضو. My brother does a charity work. He donates his effort and time. Donates ديت معناها يتبرع. طبعا voluntary charity work يعني عمل تطوعي. Government should put strict rules to save endangered animals. لازم الحكومة تحط قوانين لحماية الحيوانات المعرضة للخطر. The feeling of not is unbearable معناها لا يطاق, especially when you are sociable. طبعا the feeling of isolation الشعور بالعزلة أو الوحدة هو شعور لا يطاق, ولا سيما لما تكون شخص اجتماعي. تعال نكمل مع بعض. Lions only not in the wild, not in towns or cities. طبعا exist معناها توجد. الأسود بتوجد في البرية مش في المدن أو المدن الصغيرة. Students complain about being not in their classes for a long time. طبعا stuck معناها stuck إن هم عالقين في فصولهم, بيزهقوا من القعدة في الفصول. When he wanted to buy an expensive car, he not on his father but himself. طبعا focused معناها ما بيعتمدش على بابا ولكن بيعتمد على نفسه. Focused on بتاخد حرف الجر on. These great monuments are not, they are found only in Egypt. هي موجودة بس في مصر. يبقى إيكوزاتيك هذه الآثار العظيمة. إيكوزاتيك معناها مثلا إيه, نادرة مش مألوفة, موجودة بس في مصر. She not on her hot soup to make it cool. طبعا بلو معناها بينفخ أو بتهب للرياح, معناها هي بتنفخ في الشرب السخنة عشان تخليها إيه بردة. Madagascar is the A of many ecotourism seekers. Ecotourism seekers اللي هم راغبي السياحة البيئية. طبعا destination يعني الوجهة أو المقصد. Indonesia is the habitat of the orangutan. Orangutan اللي هو إنسان الغابة. Orangutan. When she was bitten by a spider, her arm swelled up. Worm. بقى عندما تعدت من العنكبوت طبعا درحة تورم. We enjoyed our طبعا cruise معناها رحلة بحرية لكثير من الموانئ. The charity will go under يعني الجمعية الخيرية دي سوف تنهار unless a donor can be found soon. طبعا generous معناها الجمعية دي هتنهار لو ما كانش فيه generous donor, تبرع donor أو متبرع كريم يوجد حاليا. Tour guides are teaching tourists how to go for a for oyster over there. Oyster يبقى diving. Go for a diving. طبعا ادايفنج مش صح, المفروض ما دام في يبقى ادايف معناها هنا غطسه. معناها هنا ايه؟ غطسه. The police have طبعا احنا عارفين كلمه police دايما كلمه جمع.
have a evidence against him. عايز اقول material evidence معناها ايه؟ يعني دليل مادي ضده، دليل مادي ضده. We use نقط friendly materials in ecotourism to keep the surroundings. surroundings معناها الاشياء المحيطة، ديت الكلمة دي معناها الاشياء المحيطة، ماشي. طيب we use نقط friendly، طبعا هي بتيجي مع بعضها environmentally friendly materials. environmentally friendly materials خلاص. I can't live on a island as there are a lot of dangers. طبعا isolated، انا ما بعيش، انا ما اقدرش اعيش في جزيرة نائية او معزولة عشان هيبقى فيها كثير من الايه، من المخاطر. خلاص نقلب الصفحة مع بعض. كمل مع بعض. عندي هنا cars are useful but their eye on the environment is another matter altogether. هي العربيات مفيدة ولكن تأثيرها على البيئة يبقى impact on، بتاخد حرف الجر on. I was a when they told me that I had been promoted. يبقى أنا شعرت بإيه؟ شعرت بإيه لما قالوا لي إن أنا ترقيت؟ يبقى excited. excited. spicy is too hot as، is too hot as يعني هي المفروض هنا so hot as is too high، يعني مثلا as spice، spicy is too hot. يعني spicy بالنسبة لكلمة spicy، لكلمة hot زي كلمة too high، زي كلمة trick too high، يعني ده يعتبر حفظك للسينونيمز والانتونيمز. يعني بيقول ان كلمة spicy بالنسبة لكلمة hot زي كلمة trick بالنسبة لكلمة hike. I spent the weekend in a place where it's calm and peaceful. relaxing. انا قضيت الويكند في مكان مريح جدا وهادي للأعصاب. We all like hot food. كلنا بنحب الأكل السخن. So my mother always ate our dishes with hot pepper. طبعا spices. عشان كده مش أكل السخن، أكل هو قصده هنا الأكل الحراق يعني. عشان كده ما بتحط التوابل في الأطباق وبتزودها كمان بالفلفل الحار. I want to join one of the e groups that looks after wildlife. I want to join one of the طبعا environmental groups، يعني ال groups اللي هي البيئية اللي بتعتني بالحياة البرية. I don't want to go to the park. أنا مش عايزة أروح الحديقة. نقط. I am meeting some friends in the club. Actually يعني فعليا أنا هقابل صحابي. The نقط controls everyone and everything in society. طبعا القانون بيحمي أو بيحكم كل واحد وكل شيء في المجتمع. Forest نقط us with the oxygen we need. Provide us with، عشان provide بتاخد حرف الجر with معناها يزود به. Secondary school students are teenager، معناها ايه؟ ان الطلبة بتوع الثانوي هتلق عليهم برضو كلمة teenagers. خلاص. My little son dropped my mobile from the balcony. ايه؟ it didn't break fortunately. معناها ان اخويا الصغير وقع الموبايل من البلكونة ولكن لحسن الحظ fortunately قديم بالكم ما تكسرش. It's useful for a student to be a that makes them willing to work hard. طبعا من المهم ومن المفيد ان نخلي الطلبه encouraged معناها يتشجعوا، وده بيديلهم رغبه او يخليهم راغبين في العمل بجد. It's not that a bride wears a white dress for the wedding. طبعا it's traditional صح برضو. it's exotic انه غير معروف. طبعا هنختار هنا it's traditional، يعني انه من التقليدي ان العروسة بتلبس فستان ابيض للزفاف. نقط is one of the dangers that affects people and environment. طبعا pollution
pollution اللي هو التلوث هو واحد من الأخطار اللي بتأثر على الناس وعلى البيئة. Don't worry, the side effects الأثار الجانبية of the medicine are close ولا awful, giant, limited. طبعا limited محدودة يعني ملوش أثار جانبية مؤثرة قوي. خلاص تعال نكمل مع بعض. I have an online not where I post my articles. I have an online aim. طبعا بلوج يعني عندي مدونة إلكترونية حيث أنا بنشر مقالاتي. The aim of some African countries suffer from malaria. ملاريا اللي هي مرض الملاريا يبقى the loads يعني كثير. كمل. I live طبعا close to my school معناها أنا بعيش قريب من المدرسة عشان كده هي تبعد 5 دقايق بس. You can dive in the Red Sea and see the nice knot and the colored fish. طبعا corals, the nice corals اللي هي الشعب الايه المرجانية. Smoking not smoker the health. طبعا دمج اللي هي التدخين بيدمر صحة المدخنين. We have to aid the environment where we live. لازم طبعا we have to respect the environment معناها لازم نحترم البيئة اللي احنا عايشين فيها. An معايا is designed to harm the environment as little as possible. معناها ايه؟ طبعا ايكو هوتل اللي هي الاوتيل اللي معمول يعني حافظ للبيئة هو مصمم عشان ما to harm as little as possible ممكن يعني ايه ممكن يلوث البيئة بس ايه اقل ما يمكن يعني. When we travel on holidays لما بنسافر في اجازة we usually buy a to remind us to the nice time we spent. هنشتري ايه؟ هنشتري طبعا souvenirs. معناها ايه souvenirs؟ تذكارات. He lives in a village it takes you a long time to go there. طبعا remote معناها انت عايش في قرية بعيد عشان كده بتاخد وقت منك عشان تروح هناك. A is the activity of looking after plants in a garden or a park. طبعا gardening معناها اللي هي الزراعة او البستنة. هنكمل يلا. We have to aid electricity to avoid paying much money. We have to conserve معناها ايه conserve؟ لازم نحافظ على الكهرباء عشان نتجنب ان احنا ما ندفعش فلوس كتير. As a he thinks it's a crime to hunt lions. As a conservationist he thinks it's عشان هو كمحافظ على البيئة بيعتقد ان صيد الاسود ده حاجة مؤذية جدا ودي جريمة. Which of the following prefix turns the noun danger into a verb. طبعا in danger اللي هو معرض للخطر. هنكمل مع بعض. نقط does the least harm to the environment. طبعا ecotourism هي بتعمل تلوث أقل أو أذى أقل للبيئة. A do the least harm to the environment. طبعا ecotourists عرفت 2 من دو لكن ديت عشان does هتعتبر معاملة الايه المفرد. Never put your life in ايه هو المقطع نكمل مع بعض. ايه هو المقطع اللي بي forms the noun for a person or an adjective. طبعا IST. It's necessary to keep your children in a from bad company in isolation. It's necessary to a your children from bad company isolate. It's necessary to keep your children a from bad company. هي تعمل التاني to keep your children from bad company. Children isolated. طبعا هنا تعتبر adjective. People living in a big city suffer from overcrowding. خلاص ونتجاوب عليه في اخر الكتاب دوت. ممكن انت تحله وتقيم نفسك في الاخر. الحلقة الجاية ان شاء الله نتكلم على زمن الماضي البسيط والstructure الجرامر الموجود في
الوحدة the past continuous tense والماضي المستمر. هنشرحه مع بعض ونحل التمارين بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش لايك واشتراك وشير الفيديو.